أهلاً بكم طلبتنا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج محاضرة جامعية، ابقوا معنا. صباح الخير. مرحبا دكتور. عفواً، ممكن أخذ من وقتك؟ مرحبا، شلونك هاني؟ اهلا ومرحبا، شلون صحتك؟ يا اهلا، ممكن تعرفنا عن نفسك؟ الدكتور فائز هات الشرع، اهلا وسهلا، استاذ ماده النقد الادبي المرحله الرابعه، وذولا طلبه المرحله الرابعه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. دكتور، ممكن تتحدث لنا عن طريقه تدريسيه بايجاز؟ يعني تدريس مدارس طبعا، واتجاهات متعدده. نعم. يعني منها ما يعني يؤدي المحاضرة بطريقة الإلقاء وطريقة التلقين. نعم. مباشرة، التي يطلب من الطالب أن يستظهر ما لقن به. طبعا هذه طريقة إلى حد ما غير مناسبة يعني للتعليم في الجامعات. نعم. ومنها الطريقة التفاعلية. نعم. أنه هنالك نشاط مشترك بين المحاضر وبين من يحاضر لهم. نعم. يعني نوع من التفاعل، هذا التفاعل أما يعني بالمناقشة حول المادة يعني نفسها، طريقة أفضل طبعاً. يعني أن يكون الطالب مسهماً في يعني في نقل في مخرجات المحاضرة. نعم. الإسهام مرة إسهام هو ناتج عن قراءة للمادة النظرية أو المادة التطبيقية. نعم. يكون مسهماً في ذلك بعد أن يعني يفهمها ويستظهرها. نعم. ومرة في التساؤلات، يعني بعض الأحيان الطالب القادر على صياغة سؤال. نعم. هو قادر على الفهم أكثر من غيره. نعم. من جهة هو يفهم، من جهة الأخرى هو يعني إلى حد ما يعني يسبغ هذا الفهم على بقية زملائه. الأمر الآخر وجود طبعا نقل يعني وسائل الإيضاح مثل اللوحة مثلا احنا سلعدنا، أو مثلا حدث عن مثلا باوربوينت غيرها، أي برنامج آخر. هذه مهمة جدا لتقريب المعلومة، توصل سهولة يعني إيصال المعلومة، سهولة إيصالها، ترسيخها بالذهن أكثر. نعم. باعتبار أنه الحواس السمع والبصر والتفكير منشدة، يعني ذاكرة التفكير ضمن الحواس في هذه القضية، وتبقى في الذاكرة هذه القضية أكثر. نعم. يعني بوجود هذه العناصر ممكن أن تكون المحاضرة أكثر نفعا. أكيد يعني. أكيد بوجودك ودورك أكيد إن شاء الله. والبعد المادي للطبقة الأولى ورأس المال للطبقة الأولى. صباح النور. اهلا وسهلا. ممكن تعرفنا عن نفسك؟ طالب محمد صادق، طالب في كلية الآداب قسم اللغة العربية المرحلة الرابعة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. محمد، شنو الطريقة اللي تستفاد منها، اللي تكون اقرب لك يعني من خلال شرح الدكتور للمادة؟ اول شيء انه يكون طبعا الدكتور متمكن ويصير خارق للمعلومات، خصوصا في التخصص اللي هو بيه. وطبعا التعاون اللي يصير بين الطالب والدكتور لازم يكون مطلوب، انه ماكو مسافات، لانه الدكتور بمثابة القائد للطلاب، مو فد يعني شيء مخيف قدام الطلاب. يعني كلهم يتجنبون الطالب، ما يسألون، بينما التعاون بين الطلاب والنفسية تمام لدى الدكتور قدام الطلاب هي راح تخليهم يعني يفهمون المادة اكثر، سؤالاتهم يعني للموضوع أكثر، تفرعاتهم للموضوع أكثر، ما يركزون فقط على المنهج اللي موجود، يصير المواس للمادة. وحب المادة إنه أو حب القسم إلى دور طبعا. شكرا لك، شكرا على معلوماتك، وأتمنى لك التوفيق. شكرا يا ربي. شكرا. شكرا. إن شاء الله يا ربي التوفيق في حياتك العلمية. شكرا لك. ومستمرين ويا طالب آخر، وخليكم من وياي. سفانة حاتم، آداب عربي مرحلة رابعة. أهلاً وسهلاً سفانة حبيبتي. بما أنه أنت هسه تدرسين لغة عربية، إن شاء الله يا رب كل التوفيق. تسلمي. الاختصاص هذا اختيارك أنت لو كان ببالك؟ يعني لا، كان ببالي غير شيء، يعني ما صار، وبعد اختيار الوالدة مشينا عليه. أي الحمد لله. تسلمي. شلون شفتي نفسك في العربي؟ يعني على كل المراحل، سهل وحلو. لا لا، أنا مبدعة بيه. لا، من الأوائل إن شاء الله بيه. اليوم عندنا محاضرة النقد الاجتماعي. حلو. موضوعها محمد رضا الشبيبي. حلو. اللي هو ناقد وشاعر عراقي. نعم. يعني درس ظاهرة التخلف الاجتماعي والمرض الاجتماعي اللي هو أشد الفتنة والنفاق.
وقال فيه يعني متواجدة من قبل، منها فتنة الناس وقين الفتنة، باطل الحمد ومكذوب الثناء، رب جه من حول قمرا وقبيح صيراه حسنا، وبقية الأبيات يعني بنتناول القضايا الاجتماعية وشو نتناولها والنقد الاجتماعي. يعني هنا مو فقط أنه يدرسون لغة عربية، هنا تاريخ العرب، تاريخ العرب، اجتماع العرب، قضايا اجتماعية، هاي كلها تأثر على العربي، تأثر على العربي. شكرا لك حبيبي، وأتمنى لك لا 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 تسلمي. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من محاضرة جامعية، انتظرونا في حلقات قادمة، إلى اللقاء.